أفضل لاعب بانيجا نجم الشباب. المحترف الأرجنتيني في صفوف الشباب بانيجا أفضل اللاعبين في الجولة. بانيجا لاعب نادي الشباب. أفضل لاعب في هذه الجولة هو لاعب نادي الوحدة يوسف نياكاتي. اللاعب الأفضل في الجولة يوسف نياكاتي. أفضل لاعب بانيجا. أفضل لاعب في الجولة أعتقد بانيجا. أفضل لاعب نجم الشباب بانيجا. أفضل لاعب الأرجنتيني بانيجا لاعب فريق الشباب. أفضل لاعب في الجولة المبدع بانيجا لاعب نادي الشباب. أفضل لاعب في الجولة 18 هو لاعب الوحدة يوسف نياكاتي. أفضل لاعب في الجولة هو بانيجا لاعب نادي الشباب. أفضل لاعب في الجولة لاعب نادي الشباب بانيجا. أفضل لاعب يوسف نياكاتي. أفضل لاعب في الجولة لاعب نادي الشباب بانيجا. أفضل لاعب في الجولة يوسف نياكاتي. النجم الكبير بانيجا. اليوغو مير فيكسا لاعب نادي الأهلي. أفضل لاعب في الجولة 18 لاعب نادي الأهلي فيكسا. اللاعب الأفضل هو بانيجا. أفضل لاعب في الجولة لاعب نادي الشباب بانيجا.